السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. الله يسلم حضرتك. لو سمحت انا عندي سؤال يا شيخ، بس تعبني شوية. معلش اتفضل. هات. هو قصة الرجل الذي قتل 99 نفس واكمل بالمئة. طيب، لما هو ان تنازع عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الارض، طب دلوقتي بيقول لك ان اخذته ملائكة الجنة، طب هو في حساب قبل يوم القيامة؟ ايه؟ في حساب قبل يوم القيامة؟ اه طبعا في حساب في الدنيا. انت لما بتعمل معصية بتتعاقب ولا لا؟ نعم، احيانا تعاقب، ده حساب ايضا. صح؟ صح. مش ممكن ربنا يكرمك لانك اطعت والديك حساب وتكرم في الدنيا؟ نعم. سلام عليكم، سلامتك.